الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن محمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه عند شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية. أعد قراءة الحديث. قال عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. قال خامسا مما يستفاد من هذا الحديث قوله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة وعندما سأله عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة. ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى وقد اجتمع هنا ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه وهو التصديق والإقرار. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا الأمور الظاهرة والباطنة. ومن مجيء الإسلام مفردا قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن مجيء الإيمان مفردا قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظير ذلك كلمة الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد لا نزال مع الفوائد المأخوذة من حديث جبريل المشهور
الذي أتى فيه عليه السلام معلما الناس دينهم. وهذا الحديث كما عرفنا في المجلس السابق حديث عظيم حوى الدين بمراتبه، وبين عليه الصلاة والسلام كل مرتبة من مراتب الدين ببيان شاف وإيضاح واف، بألفاظ موجزة وعبارات مختصرة أتت على الخير كله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث سأل فيه جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وسأله عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وقال في بيان معنى الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وعندما تتأمل في التعريفين للإسلام والإيمان تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه كلها أعمال ظاهرة يقوم بها العبد. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة التي مكانها القلب. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وجميع هذه الست عقائد مكانها القلب. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة التي مكانها القلب. وبهذا تستفيد فائدة عظيمة في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا معا في الذكر، أي ذكر في نص واحد، فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان عقائد الدين الباطنة. وهذا موافق تمام الموافقة لمعنى هذين اللفظين، لأن الإسلام من الاستسلام والإذعان، فتفسيره بالأعمال الظاهرة موافق لذلك، والإيمان من التصديق والإقرار، فتفسيره بالعقائد الباطنة أيضا موافق لذلك. فالإسلام والإيمان لفظان إذا ذكرا معا في نص واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة. وإذا ذكر كل واحد منهما مفردا لم يذكر معه الآخر شمل معنى الآخر. فمثلا عندما تقرأ: إن الدين عند الله الإسلام، عندما تقرأ: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عندما تقرأ: ورضيت لكم الإسلام دينا، عندما تقرأ: ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام، هنا ذكر الإسلام مفردا، يعني لم يذكر الإيمان معه. ففي هذه الحالة إذا ذكر الإسلام مفردا يشمل الدين كله، يشمل العقائد التي تكون في القلوب، ويشمل الأعمال التي تكون في الجوارح.
وهكذا قل في الإيمان إذا ذكر مفردا فإنه يشمل معناه الخاص به وهو العقائد، ويشمل أيضا الأعمال الظاهرة. فمثلا قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الإيمان مفردا فيتناول الدين كله عقيدة وعبادة، وهذا مبني على قاعدة قررها أهل العلم، وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. وهذا ليس خاصا بالإسلام والإيمان، بل بألفاظ عديدة شرعية، منها ما مر معنا الإشارة إليه مثل البر والتقوى والفقير والمسكين ونحو ذلك من الألفاظ. فمن شأن هذه الألفاظ أنها إذا ذكر أحدها مفردا عن الآخر شمل معنى الآخر، وإذا ذكر معا استقل كل واحد منهما بمعنى خاص. وبهذا ينبغي أن تعلم أن لفظ الإسلام والإيمان من حيث وروده في النصوص الشرعية تارة يأتي ذكرهما معا في النص الواحد مثل حديث جبريل، ومثل قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ومثل قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فمثل هذه النصوص يأتي فيها ذكر الإيمان والإسلام معا، هذه حالة. الحالة الثانية أن يأتي ذكر الإيمان مفردا، وسبق أن أشرت إلى بعض الآيات التي جاء فيها ذكر الإيمان مفردا. الحالة الثالثة أن يأتي ذكر الإسلام مفردا، وأيضا سبق ذكر بعض الآيات التي جاء فيها ذكر الإسلام مفردا. فهذه حالات ثلاث. إذا ذكر الإسلام والإيمان معا يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان بالعقائد الباطنة، والمعيار عندنا حديث جبريل في التفسيرين. الحالة الثانية ذكر الإيمان مفردا، الإيمان إذا ذكر مفردا شمل الكل، شمل العقائد التي في القلوب وشمل الأعمال التي في الجوارح. الحالة الثالثة ذكر الإسلام مفردا، والإسلام إذا ذكر مفردا أيضا يتناول الجميع، يتناول الجميع، يتناول العقائد التي تكون في القلوب، ويتناول الأعمال التي تكون في الجوارح. نعم. قال: وأول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاتان الشهادتان متلازمتان، وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. أول ما فسر به النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام الشهادة، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
فهذا أول شيء فسر به النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام. وسيأتي معنا نظير هذا في حديث ابن عمر الآتي: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول ما فسر به النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام الشهادتان، وأول ما يحصل به الإسلام من العبد الشهادتان، فلا يكون مسلما إلا بهما. فهو أول ما يدخل به العبد في هذا الدين، والشهادتان أول الأمر وآخره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهما كلمتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. فشهادة أن محمدا رسول الله قرين لشهادة أن لا إله إلا الله لا تنفك عنها، بل لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها. ولهذا فإن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا ضم إليها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أن شخصا شهد أن لا إله إلا الله وأعلن التوحيد، لكنه لم يشهد بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بلغته بعثته ولم يؤمن به، قال: أنا أبقى موحدا، لا أشرك بالله ولا أعبد مع الله غيره، لكنني لا أؤمن بهذا النبي ولا أقبل الإيمان به ولا أنطق بالشهادة بأنه محمد، بأنه رسول الله. فمثل هذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شهادة لا إله إلا الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرين لشهادة لا إله إلا الله، ولهذا محبته من محبة الله، وطاعته من طاعة الله، وتصديقه من تصديق الله، ومعصيته من معصية الله، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تبارك وتعالى شرعه ودينه. فمن لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام ليس مؤمنا بالله، لأن الكفر به كفر بمرسله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. ففي أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وخبر لا النافي للجنس تقديره حق، ولا يصلح أن يقدر موجود، لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة، وإنما المنفي الألوهية الحقة، فإنها منتفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده. هنا بيان لمعنى شهادة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا إذا عرف معناها، كما قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. الحق لا إله إلا الله، وهي أعظم الحق. قال تعالى: له دعوة الحق، وقال: ذلك بأن الله هو الحق.
فلا إله إلا الله هي كلمة الحق، فلا تقبل من قائلها إلا إذا عقل معناها وعرف مدلولها. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. فاشترط عليه الصلاة والسلام العلم، ولهذا من شروط قبول لا إله إلا الله من قائلها أن يكون عالما بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل، لأن لا إله إلا الله قائمة على ركنين، فلا يكون من أهلها من قالها إلا إذا عرف معناها وعقل مدلولها. وهي كلمة قائمة على ركنين: النفي والإثبات. والتوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه لا يمكن أن يحصل من العبد إلا بالنفي والإثبات، بدون نفي وإثبات لا يكون توحيد. التوحيد الذي هو الإخلاص لله جل وعلا لا يكون إلا بالنفي والإثبات، بدون النفي والإثبات ليس هناك توحيد. التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله قائمة على ركنين: نفي وإثبات. نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. أولها نفي عام: لا إله. والإله في اللغة المعبود، هذا معناه. فقوله لا إله هذا نفي للعبودية عن كل من سوى الله أيا كان، لا بد من هذا النفي ليكون العبد موحدا، ينفي العبودية بكل معانيها عن كل أحد كائنا من كان، ينفيها عن الملائكة، ينفيها عن الأنبياء، ينفيها عن الأولياء، ينفيها عن الجبال الأشجار إلى غير ذلك، نفي عام عن كل من سوى الله لا إله. ثم إثبات خاص في آخرها إلا الله، إثبات خاص في آخرها أي إثبات للعبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده. فلا يكون المرء موحدا من أهل لا إله إلا الله إلا بالنفي والإثبات، بالنفي وحده لا يكون موحدا، وبالإثبات وحده لا يكون موحدا، بل لا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات معا، فهما ركنا التوحيد، فلا توحيد إلا بهما، هما ركنا التوحيد فلا توحيد إلا بهما. قال: تشتمل على ركنين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، وهذا هو التوحيد. ولهذا لاحظ لو أن شخصا نفى ولم يثبت، قال لا إله وسكت لم يثبت، ماذا يكون؟ ملحدا، لأن الملاحدة شعارهم لا إله والحياة مادة، هذا شعار الملاحدة. وإذا أثبت ولم ينفي، يعني أرأيتم لو أن شخصا قال أنا أقر بأن الله معبود وأعبده، أنا أقر بأن الله معبود وأعبد الله، أصلي وأحج وأتصدق، لكن لا أنفي العبودية عن سوى الله، ماذا يكون؟ مشركا. من نفى ولم يثبت فهو ملحد، ومن أثبت ولم ينفي فهو مشرك. ولا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات، لا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات. ولهذا التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد لا بد فيه من النفي والإثبات. النفي العام: لا إله،
نفي للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. ولهذا الذي يقول لا إله إلا الله وهو يعرف معناها لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا المشركون لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرف القوم أن لا إله إلا الله تنفي العبودية عن جميع الآلهة التي يعبدون، وتثبت العبادة لله وحده دون شريك. ولهذا قالوا متعجبين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. في الآية الأخرى قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أئنا لتاركوا آلهتنا، لأن لا إله إلا الله تعني ترك الآلهة ونبذ الأصنام ونبذ عبادة أي أحد غير الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى لا إله إلا الله، ولا يكون العبد موحدا إلا إذا نطق بلا إله إلا الله وقد عقل معناها وعرف مدلولها. لا في كلمة التوحيد نافية للجنس، ولها مبتدا وخبر. إله اسمها أو هو المبتدا، وخبرها محذوف مقدر، خبرها محذوف مقدر لا إله، ثمة في الكلمة محذوف مقدر. ما هذا المحذوف المقدر؟ لا إله إلا الله. أرأيتم لو قال قائل المقدر المحذوف موجود، كلمة موجود، أيصح ذلك؟ بمعنى بحيث يكون المعنى لا إله موجود إلا الله، ما رأيكم؟ لو قال المعنى لا إله موجود إلا الله، الآلهة الموجودة المعبودة بالباطل كثيرة أو قليلة؟ كثيرة. فإذا كان هذا المعنى لا إله موجود إلا الله، يكون معنى هذه الكلمة كل إله موجود سواء عبد بحق أو عبد بباطل ولا يعبد بحق إلا الله فهو الله، وهذا معنى فاسد باطل، هو نقيض كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا يجوز أن يقدر المحذوف بموجود، بل لا يجوز أن يقدر إلا بكلمة حق، لا إله حق إلا الله. المحذوف لا يجوز أن يقدر إلا بحق، لا إله حق إلا الله. ودليل هذا القرآن، قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، له دعوة الحق في تلبية بعض الصحابة لبيك إله الحق. فلا يقدر إلا بهذه الكلمة. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معناها. وإن شئت أن تفسر لا إله إلا الله بالقرآن فعندك في القرآن آيات كثيرة جدا تفسر لك لا إله إلا الله. فلو قال لك قائل ما معنى لا إله إلا الله؟ قلت معناها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعريف صحيح أو لا؟ لأن أعبد الله إثبات، لا تشركوا به شيئا نفي، هذا هو معنى لا إله إلا الله. أو قلت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين،
أو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. أو قلت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو قلت إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه كلها آيات تفسر لا إله إلا الله وتبين معناها. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وعليه فإن من يشهد لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله عليه أن يعرف العبادة ما هي، حتى لا يصرف شيئا منها إلا لله، للمعبود بحق سبحانه وتعالى. نعم. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع في كل ما يأمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن تصدق أخباره، وأن تصدق أخباره كلها. نعم، وأن تصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة، وهي غير مشاهدة ولا معاينة، وأن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة العظيمة معناها يتناول أمورا عديدة. الأمر الأول أن يحب عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على النفس والنفيس والمال والأهل والولد والتجارة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله. فمحبته عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والأهل والولد والتجارة والبيت والعشيرة وغير ذلك. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فإذا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس والولد والأهل والتجارة والناس أجمعين. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أولى بك منك، كما قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأحرص على نفسك منك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبواسطته عليه الصلاة والسلام عرفت دين الله ودعاك ودلك إلى صراطه المستقيم، فهو عليه الصلاة والسلام رسول الله البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. فوجب على كل من شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه ومحبته لماله ومحبته لولده ولأهله ولعشيرته وغير ذلك. ولا يكفي في هذه المحبة مجرد الادعاء، لأن الادعاء أمر يسير على كل إنسان، لكن العبرة ليست بالدعاوى. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا يكفي مجرد الادعاء، وإلا لو كان الأمر بمجرد الادعاء فإخوان القردة والخنازير قالوا كما ذكر الله عنهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. الادعاء أمره سهل،
ويسير على الألسن. ولا يكفي مجرد الادعاء، لا يكفي، لا بد من عمل يدل على صدق المحبة، وهو الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول مقتضيات الشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. الأمر الثاني أن يطاع في كل ما يأمر به، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمقتضيات الشهادة بأنه رسول الله أن يطاع عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمر به. وقد قرن الله جل وعلا طاعته بطاعته سبحانه في آية كثيرة في القرآن، وأخبر أن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا من مقتضيات الشهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله أن يطاع صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يأمر به. الأمر الثالث أن ينتهى عن كل ما نهى عنه. نهى عليه الصلاة والسلام عن أمور كثيرة، أخطرها الشرك، ونهى عن القتل وعن السرقة وعن الزنا وعن الكذب وعن الغش وغير ذلك. فمن مقتضيات الشهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله أن ينتهى عن كل ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع تصديقه في كل ما يخبر به، وهو عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور ماضية وأخبر عن أمور مستقبلة وأخبر عن أمور موجودة مشاهدة وغير مشاهدة. فيجب على من شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدقه في كل أخباره، سواء الأخبار الماضية أو الأخبار اللاحقة الآتية أو الأمور الموجودة المشاهدة أو غير المشاهدة، يجب أن يصدق في كل ذلك بدون تردد. الأمر الخامس أن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان موافقا لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قال: وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وإذا فقد الاتباع رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الجملة أعم من الأولى، لأنها تشتمل من فعل البدعة وهو محدث لها، ومن فعلها متابعا لغيره فيها. وستأتي الإشارة إلى شيء مما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث. الجمع بين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيه الجمع بين شرطي قبول العمل، لأن العمل
أيا كان من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو غير ذلك لا يقبله الله إلا بشرطين: الأول الإخلاص للمعبود، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد العمل أحد هذين الشرطين أو فقدهما معا لم يقبله الله، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن العمل إذا لم يكن على الإخلاص لم يقبل قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والدليل على أن العمل إذا فقد المتابعة لم يقبل قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالأعمال لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أخلص فيها العامل لله وتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل: ما أقسام الناس من حيث الإخلاص والمتابعة؟ ما أقسام الناس من حيث الإخلاص والمتابعة؟ الناس في هذا الباب ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة، وهم وحدهم الذين يقبل الله سبحانه وتعالى منهم عملهم، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا اجتمع فيه الأمران. فالقسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة. القسم الثاني من الناس من عنده إخلاص، مخلص في عمله لله، لا يبغي بعمله إلا وجه الله، لكن عمله يفتقد المتابعة، مخلص ولكنه مبتدع، يعبد الله بالبدع، يعبد الله بأمور محدثة لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل مثل هذا يقبل الله عمله لكونه مخلصا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاشترط عليه الصلاة والسلام لقبول العمل أن يكون العمل موافقا لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من الناس من عنده متابعة، يعني يعمل العمل الموافق للسنة لكنه في قلبه ليس مخلصا لله، إما يأتي بالعبادة رياء أو سمعة أو لإرادة الدنيا أو نحو ذلك من الأغراض، فهذا أيضا لا يقبل الله منه عمله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وموافقا للسنة. القسم الرابع من الناس من لا إخلاص عنده ولا متابعة، ليس مخلصا لله ولا أيضا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقسام مردودة إلا القسم الأول، وهو من كان عمله خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب على كل مسلم عاقل أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يجاهد نفسه دائما وأبدا بأن تكون أعماله لله خالصة ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام موافقة. وهذا هو المراد بقول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ قال: أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العبادة لا تتصف بالحسن إلا إذا كانت لله خالصة ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام موافقة، لأنها إن لم تكن لله خالصة لا تكون حسنة لأنها شرك،
وإذا لم تكن للسنة موافقة لا تكون حسنة، لأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة. الضلالة ليست حسنة، والشرك ليس حسنة، فلا تكون العبادة مرضية عند الله، ولا تكون العبادة حسنة إلا إذا قامت على الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ومن الدعاء المأثور عن بعض الصحابة: اللهم اجعل عملي لوجهك خالصا، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم. سادسا، قوله قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب، فهو يسأل ليصل إلى الجواب، ومثله لا يقول للمسؤول إذا أجابه صدقت، لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل. ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. نعم. سابعا، قوله قال فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الجواب مشتمل على أركان الإسلام الستة، وأول هذه الأركان الإيمان بالله، وهو أساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به، ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان، والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص، فيجب توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وتوحيده بربوبيته الإقرار بأنه واحد في أفعاله لا شريك له فيها، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتدبير الأمور والتصرف في الكون، وغير ذلك مما يتعلق بربوبيته. وتوحيد الألوهية توحيد بأفعال العباد كالدعاء، وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة التي يجب إفراده بها، لا فلا يصرف منها شيء لغيره، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا عما سواهما. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله، دون تكييف أو تمثيل، ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل، وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه، فالإثبات في قوله وهو السميع البصير، والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء، فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وهكذا يقال في كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات. طيب. نعم.
بقي شيء؟ نعم، من الملائكة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر هنا صلوات الله وسلامه عليه أصول الإيمان وأركان الإيمان التي عليها قيام الدين، والدين له أصول لا يقوم إلا عليها، وله أركان لا ينبني إلا عليها. فإذا كفر عبد بشيء من هذه الأركان حبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الأصول للإيمان بمثابة الأصول للأشجار، وبمثابة القواعد للبنيان. فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، والبناء لا يقوم إلا على عماده، فكذلك الإيمان والدين لا يقوم إلا على أركانه، لا يقوم إلا على أركانه. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا في القرآن يبين ذلك في سورة إبراهيم، قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا مثل للإيمان، مثل ضربه رب العالمين للإيمان، مثل الإيمان بالشجرة الطيبة، والمراد بالشجرة هنا النخلة كما فسرها أو فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في السنة الصحيحة. والنخلة شجرة معروفة لها أصل ثابت قوي متمكن في الأرض، ولها فرع. وكما أن النخلة إذا قطع أصلها، إذا قطعت من أصلها ماتت، فالإيمان إذا فقد أصله مات وانتهى، فلا يقوم إيمان ولا يقوم دين إلا على هذه الأركان، وهي أركان ستة، ومكانها القلب، ومكانها القلب: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه أصول للإيمان وقواعد يقوم عليها الدين، إذا فقدت أو فقد شيء منها لم يقبل عمل ولم ينتفع بطاعة. وأعظم هذه الأركان وأجلها هو الإيمان بالله، وهو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان تبع له ومتفرعة منه وراجعة إليه. ولهذا تجد في الآيات ترجع هذه الأصول إلى هذا الأصل العظيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، هذا أصل الأصول. ثم البقية ترجع إلى هذا الأصل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهي كلها راجعة إلى هذا الأصل. فالإيمان بالله أصل أصول الإيمان وأعظم أركان الإيمان. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله، الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا قال العلماء: الإيمان بالله يقوم على أركان ثلاثة. الركن الأول الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وهو الإيمان بأنه سبحانه وتعالى الملك لا شريك له في الملك، الخالق
الرازق المدبر المتصرف، والإيمان بجميع أفعاله سبحانه. فهذا الركن الأول من أركان الإيمان بالله. الركن الثاني الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، بالإقرار بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وبأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن لا يجعل معه شريك في شيء منها، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والركن الثالث من أركان الإيمان بالله الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، وذلك بالإيمان والإقرار بأسماء الله وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: والإيمان بالملائكة، الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وهم ذو أجنحة، كما في الآية الأولى من سورة فاطر، وجبريل له 600 جناح، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم قريبا، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. ويدل لذلك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والملائكة منهم الموكلون بالوحي، والموكلون بالقطر، والموكلون بالموت، والموكلون بالأرحام، والموكلون بالجنة، والموكلون بالنار، والموكلون بغير ذلك، كلهم مستسلمون منقادون لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد سمي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير. والواجب الإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسمى، والواجب أيضا الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز وصحت به السنة من أخبار عن الملائكة. هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق لله عز وجل لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكم للتكثير. فالملائكة خلق لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. وقد دلت النصوص على الكثرة الكاثرة لعدد الملائكة، دلت النصوص على الكثرة الكاثرة لعدد الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في الصحيحين أنه رفع إليه البيت المعمور فقيل: ما هذا؟ قيل: هذا البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. يعني من دخل البيت المعمور من الملائكة لا يدخله مرة ثانية. وعدد من يدخل البيت المعمور من الملائكة يوميا 70,000، هذا يدل على أن الملائكة عددهم
عدد كثير لا يحصيه إلا الله. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. فالملائكة خلق لله جل وعلا، وعددهم كثير ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل سموا ملائكة من الألوكة، وهي الرسالة، يقال ألكني أي أرسلني. وهذا المعنى يدل عليه قول الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا. فالملائكة رسل الله عز وجل، وهم مطيعون لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا لا يوجد في الملائكة عاصٍ، ولا يوجد في الملائكة عصيان، كلهم على الطاعة، كلهم حياتهم على الطاعة الدائمة المستمرة لله تبارك وتعالى، جبلوا على ذلك، جبلهم الله سبحانه وتعالى على طاعته وعلى القيام بكل ما يأمرهم به سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بالملائكة من ذكر لأسمائهم أو أعدادهم أو أوصافهم أو وظائفهم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. هذا الذي يجب علينا أن نؤمن به تجاه الملائكة، أربعة أشياء، يعني كل ما ينبغي أن نؤمن به تجاه الملائكة يرجع إلى أربعة أمور: الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ونحن نعلم أن ما يتعلق بالملائكة من أسماء أو أعداد أو أوصاف أو وظائف لم تفصل كلها في القرآن والسنة، وإنما ذكر على وجه التفصيل منها قدرا كبيرا، وبقية أمور الملائكة من أعداد أو أوصاف أو وظائف أو غير ذلك أجملت. فإذا الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم مما ورد في الكتاب والسنة، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، أي ما أجمل من أسمائهم نؤمن به مجملا كما جاء، وما فصل من أسمائهم نؤمن به مفصلا كما جاء. على سبيل المثال، جاء في التفصيل لأسماء الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وقالوا يا مالك، ومنكر ونكير. هذه أسماء جاءت مفصلة نؤمن بها، نقول إن من الملائكة ملك اسمه جبريل وآخر اسمه ميكائيل، ولا نذكر اسما إلا عليه دليل من كتاب الله أو السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعداد الملائكة إجمالا لا يحصيه إلا الله، وجاءت تفاصيل تتعلق ببعض الأعداد المتعلقة بالملائكة فنؤمن بهذه التفاصيل. ومن ذلك هم الحديث الذي مر في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. الزمام معروف، الخطام الذي يجر به الدابة أو يجر به الشيء. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ولهذا عدد الملائكة الذي يجر جهنم أجارنا جميعا منها إلى أرض المحشر يوم القيامة 70 في 70، 70,000 في 70,000، هذا عدد الملائكة الذين يقومون بهذه المهمة. والملائكة أيضا لهم مهام كثيرة
وعدد من المهام تجدها مناطة بأعداد، مثل هنا عدد يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، عليها تسعة عشر، وهكذا تجد أعداد تفصيلية معينة. فكل عدد تفصيلي جاء في القرآن أو جاء في السنة نؤمن به كما جاء. أيضا أوصاف الملائكة إجمالا، نقول الملائكة خلقت من نور وهم خلق عظيم، لا يعلم عظمها خلق الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى. وتفصيلا نؤمن بالأوصاف التفصيلية التي جاءت لأفراد من الملائكة، مثل ما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وله 600 جناح، فنؤمن بذلك، نؤمن بأن جبريل صورته الحقيقية له 600 جناح. والله يقول جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فنؤمن بذلك. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، أي أنه لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى شحمة أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن، فنؤمن بذلك. هذا وصف تفصيلي صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن. أيضا وظائف الملائكة إجمالا، نؤمن بأن الملائكة جند لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتفصيلا نؤمن بكل الوظائف التي وكل الملائكة بها، منهم الموكول بالوحي، ومنهم الموكول بالقطر، ومنهم الموكول بالموت، ومنهم الموكول بالأرحام وبالجنة وبالنار وبغير ذلك. هذه التفاصيل في الوظائف للملائكة نؤمن بها مفصلة كما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال والإيمان بالكتب التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله، واعتقاد أنها حق وأنها منزلة غير مخلوقة، وأنها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت إليهم، وأن من أخذ بها سلم وظفر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن، ومنها ومنها من لم يسم والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور. ومنها ما لم يسم والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن، في سورتي النجم والأعلى، وزبور داود جاء في القرآن في موضعين، في النساء والإسراء. قال الله عز وجل فيهما وآتينا داود زبورا. وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرها في كثير من سور القرآن، وأكثرهما ذكرا التوراة، فلم يذكر في القرآن رسول مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى. ويأتي ذكره بلفظ التوراة والكتاب والفرقان والضياء والذكر. ومما يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة كونه المعجزة الخالدة، وتكفل الله بحفظه وسلامته من التحريف ونزوله منجما مفرقا. هنا الأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة، كما قال الله سبحانه وتعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. وقال الله جل وعلا ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب،
وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالكتب المنزلة أصل من أصول الإيمان، والإيمان بها هو اعتقاد أنها كلام الله وأنها وحيه جل وعلا وتنزيله، وأنها مشتملة على بيان الحق وهداية الخلق، وأن من آمن بها فاز وسعد، وأن من لم يؤمن بها خاب وخسر، وأن رسل الله جل وعلا بلغوا كتب الله وافية تامة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالكتب الإيمان تفصيلا بما سمي منها، ولم يسمى منها إلا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، فما سمي منها نؤمن به تفصيلا كما جاء، وما لم يسمى منها نؤمن به إجمالا، ونؤمن بأن الكتب المنزلة ختمت بالقرآن، فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وبرسالته ختمت الرسالات، فكتابه ختام الكتب المنزلة، فلا كتاب بعد القرآن الكريم، لأن الكتب المنزلة ختمت بالقرآن المنزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن يمتاز عن الكتب السابقة بميزات، منها كونه المعجزة الخالدة، وأن الله تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فقد وكل حفظها إلى الأقوام الذين أنزلت إليهم بما استحفظوا من كتاب الله، وسلامته من التحريف ونزوله منجما مفرقا، ونزوله منجما مفرقا. والواجب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة القرآن أن يعتنوا بكتابهم القرآن، وأن يتلوه حق تلاوته، وأن لا يتخذوا القرآن مهجورا، وأن يعملوا بالقرآن، وأن يحكموه بينهم، وأن يرجعوا إليه في تنازعهم، وأن يأتمروا بأوامره، وأن ينتهوا عن نواهيه، وأن يصدقوا بأخباره، وأن يؤمنوا به كتابا منزلا من رب العالمين مشتملا على هداية الخلق: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم. والإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل التصديق والإقرار، التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فلم يذكروا رسلا منهم
ولا كتبا أنزلت عليهم، وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولم يأتي ذكر الإنجيل مع أنه منزل من بعد موسى، وذلك أن كثيرا من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة. قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل، فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قال أنزل من بعد، ولهذا قالوا أنزل من بعد موسى. والرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والكتاب اسم جنس يراد به الكتب، والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله الآية. وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال، كما قال الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قال الزهري رحمه الله: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. أورده البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد: باب قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والرسل منهم من قص في القرآن، ومنهم من لم يقص. كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قصوا في القرآن 25، منهم 18 جاء ذكرهم في سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. والسبعة الباقون: آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. هذا الأصل الرابع من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. ولعل الحديث عن هذا الأصل العظيم يرجى إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع
مجيب قريب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. ننبه الإخوة أن هناك درس لشيخنا حفظه الله بعد الفجر من كل أسبوع في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، كرسي الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، الاثنين والثلاثاء والأربعاء في الكتاب نفسه. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية من الطول أو من العرض للشعرات المشوهة للوجه؟ جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وفروا اللحى، وجاء في بعض الألفاظ: أسدلوا اللحى، وفي بعضها: أكرموا اللحى. والذي عليه كلام أهل العلم من مشايخنا أن اللحية تترك كما هي، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: وفروا، أرخوا، أسدلوا، إلى غير ذلك من الألفاظ الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يقول: شخص مثلا ما تمكن من الحج أو من أي عمل صالح، وقد كان ينويه وينوي أن يفعله، وهل يصح أن نقول له: إنما الأعمال بالنيات، مستدلين بالحديث الشريف؟ الذي كان على رغبة في الحج أو أي عمل صالح وحبسه عن ذلك العذر مع قوة الرغبة وشدة الحرص على هذا العمل، لا شك أنه يؤجر على هذه النية الصالحة. وإذا كان يعمل العمل الصالح ويداوم عليه، ولكن حبسه ومنعه منه السفر أو حبسه منه المرض، فإنه يكتب له عمله الصالح وإن لم يعمله. والرجل إذا هم بعمل صالح ولم يتمكن من فعله لعذر، كتب له حسنة كاملة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يقول: أشكل علي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أدب المشي للصلاة، قوله: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، فما معنى هذا الكلام؟ معناه واضح، لأن الصلاة هي دعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. الصلاة دعاء، والدعاء مبذول لكل مسلم، ويصلى على غير الأنبياء مع الأنبياء تبعا، هذا هو الأصل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان، يصلى عليه وعلى غيره تبعا له، ويجوز أن يصلى على غيره، لكن لا يخص أحد، لا يخص أحد بذلك، ويعين أحد بأنه لا يذكر إلا بالصلاة عليه، مثل ما يفعل بعض الناس عند ذكر أحد من آل البيت، يقولون: صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام. وإذا ذكر أبو بكر اشمأزت نفوسهم والعياذ بالله. فمثل هذا ضلال ولا شك، هذا ضلال ولا شك. والصلاة تكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره تبع له في ذلك، وإذا صلي على غيره مفردا فهذا المراد به الدعاء، لكن لا يكون على وجه التخصيص لأحد بأن يفرد ويميز عن غيره من الصحابة، بأنه إذا ذكر
صلي عليه وغير من الصحابة إذا ذكر ترضي عنه، هذه تفرقة لا أصل لها. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول هل الذي نسي طواف الإفاضة هل يمكنه أن يذهب إلى مكة بنية العمرة ثم بعد العمرة يطوف طواف الإفاضة؟ نعم يمكنه ذلك، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا به. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا أرجو من الشيخ حفظه الله أن يوضح كيف أفعال العباد مخلوقة. أفعال العباد مخلوقة لأن كل شيء في هذا الكون خلق لله، والله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، والله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون، والله جل وعلا يقول الحمد لله رب العالمين، والعالم هو من سوى الله، فمن سوى الله مربوب والله رب، ومن سوى الله مخلوق والله خالق. فالله جل وعلا خالق كل شيء، خالق للعباد وخالق لأفعال العباد، كل حركة تصدر من العبد من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو ضلال أو هدى كل ذلك خلق لله، ولا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء خالقه غير الله، ومن قال بذلك فقد أشرك في الربوبية، من قال بذلك فقد أشرك بالربوبية بأن زعم أن ثم خالق لهذا الكون أو لشيء من هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك في الربوبية. ولهذا قال العلماء المتقدمون عن نفاة القدر، قالوا مجوس هذه الأمة، والمجوس هم الذين يقولون بوجود خالقين، وهؤلاء أيضا يقولون بوجود خالقين، الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه، وهذا ضلال. فالأفعال العباد أيا كان نوعها هي مخلوقة لله، هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وداخلة في عموم ما خلقه سبحانه وتعالى، والدلائل على ذلك في القرآن والسنة كثيرة، ومنها الآية المتقدمة والله خلقكم وما تعملون. فأعمال العباد وأفعالهم مخلوقة لله جل وعلا، والعبد له مشيئة، لا يعني ذلك أن العبد لا مشيئة له، العبد له مشيئة لكن مشيئته تحت مشيئة الله. قال الله سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول عن حديث أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هل هذا خاص أم أنه يشمل الأنبياء أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم؟ أعد السؤال. يقول أن الجنة، حديث أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هل هذا الحديث يشمل النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أيضا؟ هذا وصف للجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، وصف للجنة، قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقال في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أي أن الحقائق مختلفة. نعم كون الرسول صلى الله عليه وسلم رآها، هل هذا يستثنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه رأى الجنة وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف كما ثبت في الصحيح، رأى الجنة ورأى أيضا النار، ولما رأى الجنة وهو يصلي تقدم عليه الصلاة والسلام إلى الأمام ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ولما رأى النار تأخر، وهذه الحركة لم يعهد الصحابة منه عليه الصلاة والسلام في صلاته، فسألوه بعد الصلاة قالوا رأيناك فعلت في صلاتك شيئا لم تفعله قبل ذلك، قال رأيت الجنة والنار،
أي رآها حقيقة بعينه عليه الصلاة والسلام، والصحابة خلفه صفوف لم يروا شيئا، ورب العالمين على كل شيء قدير. رآها عليه الصلاة والسلام بعينه أمامه، ورأى الجنة ورأى أشياء في الجنة، رأى عناقيدها وتقدم ليقطف منها عنقودا، قال لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، عنقود واحد. وأيضا رأى أشياء في الجنة، رأى أشياء في النار، قال عليه الصلاة والسلام رأيت في النار امرأة، في تلك الوقفة في صلاة الكسوف قال رأيت في النار امرأة دخلت النار في هرة، رآها عليه الصلاة والسلام بعينه في النار، قال دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى عليه الصلاة والسلام في النار عمرو بن لحي الذي جلب الأصنام لمكة، رآه يجر قصبه وأمعاءه في نار جهنم. ورأى أيضا كما أخبر عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم وغيره، رأى عليه الصلاة والسلام في تلك الوقفة صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج، صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج معه محجن، والمحجن هو العصا التي لها يد ملتوية، ويمشي وهو ممسك عصاه بشكل مائل، وإذا مر على بعير أو بدابة أو نحو ذلك فيها متاع جعل العصا تحمل المتاع ويمسك بالمتاع معه، فإذا انتبه له صاحب المتاع قال علقت بمحجني، ما انتبهت لها علقت بمحجني، وإذا ما انتبه لها سرقها. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يسرق الحجاج، صاحب المحجن كان يسرق الحجيج بهذه الطريقة بالمحجن، فرآه عليه الصلاة والسلام في نار جهنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة حقيقة ورأى النار حقيقة. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول رجل يدرس العقيدة في إحدى الجامعات الإسلامية ويدرس العقيدة الأشعرية ويقول هذه عقيدة السنة والجماعة، فماذا تنصحون هذا الرجل؟ عقيدة أهل السنة هي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. والإمام الأشعري رحمه الله كان على عقيدة مبنية على علم الكلام، ثم في آخر حياته تاب منها رحمه الله، ثم في آخر حياته تاب منها ورجع عنها. والذين يقولون عن أنفسهم أشاعرة هم في الحقيقة يتبعون أبا الحسن الأشعري في المرحلة التي تاب منها ورجع عنها، حيث رجع في آخر حياته إلى عقيدة أهل السنة وألف في ذلك مؤلفات على طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا الذين يدرسون العقيدة الأشعرية وينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري هم في الحقيقة يدرسون عقيدة مبنية على علم الكلام، ومن ينتسبون إليه في هذه العقيدة هو نفسه رحمه الله تاب من هذه العقيدة ورجع عنها، فحري بمن كان على هذه العقيدة أن يتوب كما تاب إمامه وشيخه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول ما هي أهم وأسرع الأسباب لزيادة الرزق، ويقول أنه ينفق ويتصدق في سبيل الزيادة للرزق وخشية الفقر، فهل هذا جائز؟ الله جل وعلا يقول فابتغوا عند الله الرزق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فابتغاء الرزق يكون بالاعتماد على الله والتوكل عليه والاستعانة به وطلب المد والعون منه وسؤاله سبحانه وتعالى. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم من إذا أصبح
قال بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والأمر الثاني أن يحرص على ما ينفعه ببذل الأسباب الصحيحة المشروعة المأذون بها في اكتساب الرزق المباح، وأن لا يبقى عاطلا بل يجتهد ويبذل. فإذا حصل منه البذل والاجتهاد مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى حصل له من الرزق ما كتبه الله. وينبغي للعبد أن يكون قنوعا راضيا بما كتب الله سبحانه وتعالى له من الرزق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها. ونقف إلى هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.